السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا مبسوطين وفي أحسن حال. 4 حاجات ما ينفعش بكل المقاييس إن احنا نعملهم قدام أولادنا، ولو كنا بنعملهم نحاول ناخد بالنا بحيث إن احنا ما نرجعش نعملهم تاني. وعايزة أقول لكم إن ال4 حاجات دول مهمين جدا إن احنا نركز فيهم وما نتساهلش أو نتهاون فيهم. أول حاجة هي إن احنا سواء أم أو أب نغير هدومنا، مش التغيير اللي هو اقلع طرحة او اقلع شميز، لا، يعني نقلع هدومنا او ناخد شاور قدام الاولاد سواء ام او اب. ما ينفعش بكل المقاييس، ما ينفعش ان انا اجرأه اصلا عليا ان انا اتكشف قدامه، وما ينفعش ان انا اعرفه او اعلمه ان الموضوع ده عادي جدا ان انت ممكن تقلع قدام اي حد واي حد ممكن يشوف جسمك، خاصة لو كان من الاماكن اللي بتتكشف العورة. ما ينفعش بكل المقاييس. تاني حاجة، حاولوا كل الطرق وبكل السبل ان انتوا ما يحصلش ما بينكم وما بين ازواجكم وزوجاتكم مشاكل، سواء بتطاول او بالفاظ او بشتايم او بزعيق او بمد ايد لا قدر الله، يعني قدام اولادكم. دي حاجة من ال4 حاجات اللي ممنوعين انها تحصل. كل بيت فيه مشاكل وخلافات، بس حتة ان انا يكون العادي بتاعي ان انا اتخانق قدام ابني ولا بنتي واشتم وزعق، وخاصة الزوجة لما بتعمل كده، يعني الموضوع ملوش علاقة بقى برجعية ولا اي حاجة من دي، لكن خاصة الزوجة لما بتتطاول على زوجها قدام اولاده بتسيب وبتسبب اثر نفسي سيء جدا للولاد. الاب معروف ان هو القدوة ورب المنزل والحد اللي بيهاب داخل المنزل، فلما يحصل تطاول من الام عليه قطعا بيسبب اثر نفسي سيء، وبتنزل منزله او بتنزل درجه من درجات الاب في عيون اولاده. ثالث حاجه، الحاجات المهمه جدا، اياكم ثم اياكم ثم اياكم، الكلام اللي بيحمل طابع جنسي مع ازواجكم او زوجاتكم امام اولادكم، او الملاطفات او الهزار اللي برضو بيحمل طابع جنسي، او اللمسات اللي ما تنفعش، كل الحاجات دي ما ينفعش ان احنا نعملها قدام الاولاد، بغض النظر ان هي حاجه شخصيه قوي وما ينفعش تحصل غير في اوضه النوم وفي مكان مستتر ما حدش يشوفنا فيه، الا ان في اباء وامهات بالفعل بيعملوا كده، يعني عادي هم عيالنا وبعدين هم هيبقوا مبسوطين لما يشوفونا كده. خالص هيحصل لهم نوع من انواع الاشمئزاز، خاصة لو كانوا صغيرين ومش مدركين قوي او على مشارف المراهقة، هيبقى فيه نوع من انواع الاشمئزاز منكم. هتبدأ التخيلات بتاع دماغهم تشطح بيهم، فما ينفعش ابدا ان احنا نعرضهم لصدمة زي دي. انا طول الفيديو عمال اقول 4 حاجات 4 حاجات، هم 3 حاجات، مش عارفه انا اعمل 4 حاجات ليه. ما علينا، يعني الفيديو سلس وسهل وسريع كده. استنوني في الفيديوهات التانية ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على قناتي اليوتيوب لو لسه ما تعرفوش. السلام عليكم.